السلام عليكم، مساء الخير يا حلوين، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. ان شاء الله تكونوا كويسين. How are you guys? Good afternoon. My name is Hanan. Welcome back to my channel. Today I will make a kofta, shish kebab. Let's go guys. First I preheat the oven 350 degrees. I prepare here the ground beef, 1 kilogram. One tablespoon salt, 1 tablespoon paprika, 1 tablespoon black pepper, 1 tablespoon cilantro, 1 tablespoon cumin powder. I need to add the onion powder. I have one onion. I chop it like small. This is the fresh cilantro. Two tablespoons flour. 1 tablespoon garlic. 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon paprika, a splash of oil, I mix it together, and then I add in 1 tablespoon Maggi, هنا بحط البطاطا المقطعة حلقات ومعاه البصل، وعندي شوية بقدونس برضو بحطه في الصينية عشان تطلع معي لا تلزق. هنا بقطع الطماطم برضو دوائر حلقات وبرصها في الصينية. وهنا دي السيخة بتاعتي، بعمل يدبي شوية زيت وببدأ بفرد اللحمة المفرومة فيها وبعصرها كويس عشان تخلي فراغ وتستوي كويس. يعني Here just I'm making rice. حطيت شوية زيت، حطيت معلقة بتاعت صلصة، وعندي هنا الفود كالورين باخد منه شوية وبعمل ميكس توجادر. حطيت هنا الجينجر، فريش جينجر، وعود بتاع قرفة وهبهان، وهنا ده الرز بتاعي، كوباية واحدة بتاعت رز. ده البرياني بتاعي، هنا باخد معلقة صغيرة عشان الأطفال، هو حار شديد سبايسي، وحطيت الماجي معاهم، وخطيت الموية كوبايتين موية. وهنا بس بنحضر ونعمل ميكس توجادر ونخليه 20 دقيقة. وهنا كمان ما شاء الله بحضر في البطاطس، تكون جنب الكفتة وجنب الرز إن شاء الله. ما شاء الله السفرة حقتي خلاص خلصت والريحة بالشهي، اتفضلوا معي يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. Thank you for watching. See you with more video. Bye.